السلام عليكم. أولا كنبغي نشكر مبادرة تيزي على اختياري لهذه السنة، وكنتمنى أنه إن شاء الله كل سنة يكون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يفوز بهذه المسابقة السنوية. بالنسبة لي إيمان بالله عز وجل والانضباط بالتعاليم الإسلامية من أهم الأشياء اللي عندي في الحياة ديالي، والوالدين ديالي والعائلة والأصدقاء. أسباب النجاح بالنسبة لي، أسباب النجاح هي أولا الاستعداد. الاستعداد إذا كان عندك شي مشروع أو إذا كان عندك شي هدف، خاصك تستعد لي بما فيه الكفاية. هاد الساعة أهم إنجاز بالنسبة لي هو ماراثون الرمال سنة 2013. كان سباق صعيب بزاف بالنسبة لي، ما عمري ما ننساه، ولكن تعلمت فيه بزاف الحوايج، اكتشفت فيه بزاف الحوايج بالنسبة لي، وتعرفت على بزاف الناس، على بزاف المغامرين. كانت تجربة شوية قاسية ولكن في نفس الوقت غنية، وأنا فرحان أنني كنت أول مغربي من ذوي احتياجات خاصة لكي كمل هذا السباق. إن شاء الله 2016 غيكونوا الألعاب الأولمبية والألعاب بارالمبية في ريو بالبرازيل إن شاء الله. كنتمنى أنني نهدي للمغرب أول ميدالية في رياضة الألعاب الثلاثية في التاريخ لهذه الرياضة هذه إن شاء الله. دعوا معايا. أنا بحالي بحال بزاف ديال ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب اللي تحداو الإعاقة ديالتهم ونجحوا في المجالات ديالهم. كاين أساتذة رياضيين فنانين، كل واحد في المجال ديالو، كل واحد بدل مجهود كبير وتحدى الصعوبات والعراقيل اللي واجهها طيلة المسار ديالو. حب المغامرة هو اللي كيدفعني كل مرة أنني نبدأ بشيء آخر ولا هدف رياضي جديد. ملي كنجح شي واحد كيعطيني دفعة باش ندير واحد أكبر منه. إذا ما نجحتش شي واحد كنعاود نحاول تندير تنجح إن شاء الله.